أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي دوانية شعراء النبط. حياكم الله. مرحبا بالجميع طبعا، وتشرفنا في حضوركم اليوم. الله يبارك في عمرك. نبدأ في العم عبد الرحمن، يا هلا فيك، الشاعر سعد حمد الملة، يا هلا فيك، حياك الله. حياك الله، أنت شاعر والعارف لا يعرف، بارك الله فيك، الله يحفظك. نبيك تسمع الأخوة المشاهدين إن شاء الله من قصائدك. أنت كل قصيدك حلو، ما عليه. وإذا تسمعنا مالت الزعاق الله يحفظه، هذا لا هذه بيتين دائما يقولها معاه، يعني خبري وهم يعيد هبة جويريد، واليوم أنا يعيد بقران حادي. أي. لا هذه كمل بس البيتين اللي كمل بس البيت. أو يقول يعيد وين اللي طوال حال يعيد. أي. طي الورق يعيد بيد استادي، يعيد عقبه طاف عيد ورا عيد، عيد الضحايا وعيد صوم العباد، يخبري بهم يعيد هبة جويريد، واليوم أنا يعيد بقران حادي. هذا الأبيات اللي نتكلم أنا كل ما أسمع الزعاق يقول هالبيت أتذكرك يعني. نعم. هو هاي يتكلم عن النجوم يعني البيت. أي هذا. نعم. شلون وصف لنا، خلنا هو يقول يعني علمي بهم يعيد، خبري بهم يعيد هبة جويريد، جويريد بداية البرد. يعني واليوم أنا يعيد بقران حادي، قران حادي خفقة ثريا على الماترادي. يعني من بداية يعني العهد فيهم من بداية البرد لما الصيف. طيب بداية البرد اللي هي المربعانية ولا أول دخول البرد؟ قبل المربعانية بحوالي أسبوع. هذا الجويريد. الجويريد. جويريد. نعم. والثريا اللي هي شهر خمسة. شهر خمسة. نعم. ايه نص ايوه. خمسة. أيوة عاد أنت تحسب المدة هذه. الله يسمعنا يا الله. ايه نعم. الله يا. يقول يا فلان لا تبحث همومي وأنا تسامي، خل الذي داخل ضلوعي بداخلها شين بصندوق صدري، له ترى الزامي لهذا يصيب نفسي مع مقاتلها، أبطى وأنا كاتمه لعدة أعوامي، يا رب تعين نفسي في تحملها، قامت الدرهم فكري هجن الأوهامي، تنحي مع البيد وانزل في منازلها، يضحك علي يتمني واتبع حامي واعطيه راسي، ومشي الرجل معجلها أتبع سراب تلالة، واحسبه طامي واركض على لمعته عجزت لا صلها، الناس تفطر وانا ما افطرت بصيامي، والناس صادت وانا الصيدة مجفلها، ما تسني الا اراقب رمية الرامي، الناس ترمي وانا العدة مقفلها، يا كثر ما تعرض الفرصات زدامي، وكم فرصتن الف فرصة ما تعادلها. سلام. كم يا كثر ما تعرض الفرصات قدامي، وكم فرصة الفرصة ما تعادلها، مرت علي الفرص زامن ورا زامي، أشوفها في عيوني وتجاهلها، مدري هو الحظ ولا قل الأفهامي ولا المواقف تبي ناس تعاملها، كم مرة قمت أصفصف وردة أحلامي وتركتها لين طول الوقت ذبلها. سلام. أشوف نفسي على بعض البشر سامي، وأشوف نفسي بنفسي وتخيلها، أشوف نفسي على مرفوع الأرجامي، لهومه فوقها عندي من أطولها، ما شفت ورا النبأ رأس الجبل زامي، وجبالها اللي أركام الغيم يفصلها، كم شامخ قمته بيضة كم الخامي، لو أجمع رجوم قاعي ما تعادلها. ودي برأس الجبل أقف على عظامي، ورجلي بروس القمم يسهل تنقلها، واسكن مع اللي سكنها والهوى شامي، وقض دشداشتي هذه وابدلها بسلامتك. صح لسانك. صح لسانك. نبدا في من على اليمين مبارك الكريباني. اي نعم. حياك الله. الله يحييك. مبارك انت يمكن هذه ثاني مشاركه ويانا. وياك نعم، وياك ثاني مشاركه. وكان حضورك جميل. جعلنا مقتولين. وكل فيه صراحه. جعلنا مقتولين. ولكسورا في الاخوان كلهم. وسعداء بوجودك. تسلم. حرصنا عليك. جعل عمرك طويل. الله يطول عمرك. ونتمنى إن شاء الله أنك مستواك وأحسن. بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. الله يوفقك. طيب شو محضرنا اليوم؟ غزل إن شاء الله. غزل مطلوب أنا أقول الغزل. تفضل. قدعت من الغرام وزانت الدلة وفاح الهيل، تقهويت الجروح اللي تفجر داخل أعماقي، وسريت الليل يا كثر اغترابي في هذاك الليل، تعبت ولاجف القلب الشجاع
ولنثنة ساقي حبيبي لا تحس بأن القوافي في يدين بخيل علشانك تحملت الزمان ومنة الساقي أنا في نفس نفسي ما لقيت إلا الأسى والويل وأنا في داخلي صبرا مع الأيام ما ضاقي كتب لك شاعر غنى وعاشق ما بقى بحيل علامه كل ما جاني خيالك فز خفاقي علامك كل ما جيتك دموعك تجرح المنديل علامك تذرف الدمعة قبل لا تعلن أفراقي أشوفك يا صخيف القلب تبكي والزمان يميل وشوفك تذبح اللهفة بقلب جاك مشتاقي يبس وجه الغرام ويبسة عروق نساها السيل وأنا بين البروق اللي تكاشف ضاع براقي عساها للذهاب إن كان روحي ما تحبك حيل أجل لولا عيونك ليها ماري واكشف أوراقي وعلى ذاك الطريق وغربة العاشق وذاك الليل تعبت ولا جف القلب الشجاع ولا انثنت ساقي. سلام. صح. أعزائي المشاهدين مع هذه الفقرة ونعود مرة أخرى. نعود لكم أعزائي المشاهدين ومع الشاعر سعد العريجان. سعد البغيجان حياك الله. الله يبقيك بارك في عمرك. شو محضرنا عقب قصيدة؟ هو غزل بنطلع من الغزل نوعا ما خلينا نقول. والله انت قصيدك وانت انت جزل وقصيدك الله طيب. الله يبارك في عمرك شهادة. كل ما يجي منك حلو. ابشر والله في الخير. الله يحفظك. يقول ايه يا سلطان خذ قسمك مع الطرقية. سلام. لا تحاقر قسمك المعلوم لو هو ملي. أنت حي وكل ما لقيت ناس حية سو بيتك وطفليتك واضبطها وارسل لي ودون حقك جر صوت أحبالك الصوتية وكان راح الصوت شمر في الكمومة وقل لي كل بونا خابرين الكلمة السرية وخزنة التجار تبرق والذهب متجلي بس فينا مشكلة لو ما هي بحصرية فالنشامة كلهم يا المنبرة المتعلي من تخلى عن صفة وحدة من الشخصية لو نشوف ان اكثر العالم غدا متخلي ولن تنازل عن حقوق طبعها الفكرية لو نشوف البير واللي داخلها متدلي والله ان اهم شيء الراحة النفسية وكل شيء دون ذلك لو حرصت مولي كم حرصت وكم فقدت الحاجة المعنية طر جيبي لو حكيت من العلوم وملي وما لقيت أحلى من دروب الله الشرعية وحدها اللي يستحق نجيت كلي كلي ويلا لعبدك تنزل رحمة إلهية تغفر ذنوبه ولا تأخذ غيره مصلي والسلام اختام يا سلطان واسمح لي في طلب واحد لو تسويه يشفى أغلي يبكني لا مت يا سلطان في مرثية لين يدري عند موتي الحوالي خل سلام صح حسان صح بدأ طيب صح. سلطان هذا هذا الشاعر سلطان سعد الحوالي نعم يستاهل رد عليك ولا تنتظر الرد ولا توك فاجأته هذا توه الحين بيسمعها عاد ترى ما عاد رد عاد لازم يعجل يرد إن شاء الله, إن شاء الله. أنت حطيته أمام الأمر الواقع ما عاد فيها صد الله يعلم يا مرحبا يا مرحبا طيب جاسم الزعبوط يا مرحبا حياك الله الله يحييك شاركتنا في حلقة سابقة نعم كان لك حضور جميل جدا الله يطول بعمرك وانت ان شاء الله ان شاء الله عند الهقوة كفو الله يطول بعمرك سمعنا وش مجبرك يا مرخص القلب والعين عقب الفراق تكون عندي متابع ان كان جايب كلوة لهجاك من وين ما هقوتي من قلبك صلف نابع ما هي سنة عدت بدونك وثنتين اخضرت بقلبي وراك المرابع لو جيت قبلي داعب دموعي البين ما شفتني جربت ثالث ورابع خليتني طايح من البعد ما بين صمت الليالي الموحشة والزوابع متعود الفقدان من حين لحين حتى بدأ فيني من الفقد طابع منت الوحيد اللي مقفي عن العين تراي من غدر مقفين شابع حتى أصدقائي اللي قبل حول 50 قلوا وصرت عدهم بلا صابع سلام صح السلام صح السلام صح السلام صح سالم الرميضي حياك الله الله يحييك ويبيك انت دائما هدوء قبل العاصفه حياك الله الله يحييك شو محضرنا اليوم يا سالم والله هذا لي رشي من ديواني عناقيد الذهب ما شاء الله هو ديوان صدر 2014 ما شاء الله 8 سنين تقريبا
مقطع قصير من أربع بيوت. إيه. أقول الشمس عن درب المحبين غابت، وليل الغياب اللي بلا عذر خيم، وهقوت وصالك يريش العين خابت، والجو عقبك يا هوى البال غيم، وضلوع صدري بعد فرقاك ذابت، وبل الحزن من محجر العين ديم، وغيبتك عني يا الغلا ويش جابت، حادث خطير وخاف قيمون بيم. سلام الله. صح 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 ابو عبد الرحمن، هلا فيك، رجعنا لك ان شاء الله. ايه شو محضر قصايدك الزينة؟ يقول الذي ما كان عادي ما نحط شيء عادي، سلام، والذي ما هو مكانه ما يليق الا مكانه، سلام، ودي ان الفكر يفزع لي ولا يبقى حيادي، كل ما شاف النوادر جاب لي منه جمانه، سلام، وافرح ببيت الشعر لجع على غايه مرادي، يوم احطه مع اخوانه يظهر احسن من اخوانه، منزله مع القصيده تسنها الشخص القيادي، ودي اللي يسمعه يقول صح الله لسانه، سلام سلام. ولو هو ملك الفكره يمدي اني صرت غادي، من كثر ما يجتذب فكري علوم الكل خانه، تسرح افكاري وتسبح بي وتسلك كل كم وادي، وتصبح بتبدا السماء وترسم قزح على كيانه، ولو تشاهدني ضحوك ومبتسم والوضع هذه شيمتي تستدعيني، مظهري مظهر تكانه، اتظاهر بالرضا والناس ما تكشف وادي، واستعين الله والابغالي من الناس استعانه، راس مالي سمعتي من دونها لازم نفادي، ما نعرض هالنواقص لفضول ولا ميانه، راس مالي سمعتي من دونها لازم انفادي، ما نعرض هالنواقص لفضول ولا ميانه، واتشرف يوم باري فعل محمود العياء، ما سبقت الناس لكني بجدي واجتهادي، اتطلع للعلوم اللي تسوي لي مكانه، واتشرف يوم باري فعل محمود الايادي، واكتبس من سيرته طيب 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 ورزانه، وسلامتك. والله ضيعت هذه، صح صح، والله انا طويله بس اني ضيعت، صح صارك صح صارك، كفيت ووفيت اللي قلته شيء طيب، والله يحفظك يا ابو مبارك، رجعنا لك مره ثانيه. غزل بعد غزل، في قصيده في الحلقه اللي قبل بغيت تقولها معانا، وما الله كتب لها انها تنقال، والله للحين سبحان الله، اي والله ما سبحان الله ما حضرتها كلش كلش، ما تحاول شوي. اجل الدور الجاي بتحاول باذن الله ان شاء الله، باذن الله. خليك انت اذا الحين تقول قصيدتك ولا فرينا على الشباب، بنرجع لك مره ثانيه تكون انت حاولت يعني، ها باذن الله، الله يجيب اللي فيه الخير يا كريم. يلا تفضل. غرامي فاتني عمري حياتي غايتي ومناي، تجي او ما تجي هذه جروحك بعتني فيها، انا اعرفك واعرف ان السمك يفنى بهجر الماي، واعرف اني هقيتك هقوتن ما خاب هاقيها، حبيبي لو مشيت بعكس دربك ما تصير خطاي، انا وشلون بمشي الخطوه اللي ما انت ماشيها، يقولون الهوى بلوى انا راضي على بلواي، ترى بعض البلاوي مرها يمكن محليها، عطيتك كل عمري وابتسمت وقلت ويش الراي، تبي تنسى السنين اللي مضت او ما انت ناسيها، ضحكت الضحكه اللي كنها تشفق لصوت الناي، وذرفت الدمعه اللي عن عيوني كنت مخفيها، دريت انك حبيبي قبل اعرف انك امل دنياي، ودريت اني اموتك فاول سنيني وتاليها، يا جرحي اه يا اخر عذاب ما حكت شفايه، بذبح طاري الفرقه بوصلك قبل تطريها، ولكن لو قطعت الوصل والله ما تشوف بكاي، تجي او ما تجي هذه جروحك بعتني فيها. سلام سلام. صح 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 صح. جميل يا مبارك، ودينا لك يا ابشر والله بالخير. الغيجان سعد يا مرحبا، هذه قصيده ان قلت فيها نصيحه وان قلت فيها حكمه من الابيات الجديده، اللي يقول يا صاحبي لا يكثر اللوم فالهرج، عندي وعندك خير والعالم
الله زادت ملفات العلاقات بالدرج بزلة ولا بليات زلة. أنا مثل ما كنت بالموقف الحرج ولانيب لغز كل رمعها تحله واكتسعه كل النسف رامية البرج وفي الضيق تلقى البرج ثابت محله والكلمة اللي قالها نافض الخرج عله ورد الكلمة الفينة عله أخذ الحصان اللي تعود على السرج وخلى البعير الأربع اللي تشله واللي تمن طاقه على المنطقة العرج عرجة على عرجة وشله بشله. سلام سلام. صح السالك صح السالك. الزعبوط جاسم يقول طعت الشعور اللي خذني وصدقت أكت. اني ولو قصرت في يوم غالي هذه سنة عدت ولا شفتك اشتقت ولا نشدت بغيبتي كيف حالي أو همتني قبل الموادع تضايقت من قلبي اللي مسكنك فيها خالي حتى حسبتني معك ما توفقت وان قلبي اللي مسكنك فيها خالي علمتني درس استفدتها وعلقت على زمان الواقع وما جرالي جربت واجد في الخلائق وفارقت أنا الوحيد اللي نفسي بقالي وما عدت في حاجة أحد لا تضايق تقدر أكمل نص عمري الحالي. سلام صح السالك ميضي اليوم ركز على الديوان عطنا من جديد خلي الديوان. فاح العبير وغار نفح النواوير من ورد خد ينشر الطيب حوله وجه لو تشوفه تصبح بالخير سلام. لو كان ليلك مسهر العين طوله يا سلام تن الثريا بين التالي عصير في مبسم تحت الشفاه الخجولة شيهان تسكن رفيع المواكير من دونها كم حر يسحب ذيوله كل البنات إن كان صفا طوابير ثم مر فجأة طيفها وقفوله الوصف فيها شبر الزين تشبير هي عاصمة لو كان للزين دوله والنمر بن عدوان يطريلي يشطير قاله نمر في عرض قاف يقوله يقول كنه صور الوضع تصوير من دونها يا أبوك ربع نزحوله أنا أشهد أنها عن جميع البشر غير فوق الحلا والزين بنت الحمولة. صح لسانك لسانك. أعزائي المشاهدين هذا الفاصل ونعود مرة أخرى إن شاء الله. Thank you.
حلفين ما خذ على رجلي يدان والثلاثة حلفين هما تجان أو جفا الموت الردى ورلى الجمال يوم ولد الله شوجه ما يلان سمعه واحد من قبيله الدواسر ورد عليه بهذه الأبيات أنت يا راشد ترى عندي مسار عندنا مثليك ربا وعن طيبين عندنا ابن حسين يفعل ما طرى يركب الرجلي وهيه للسمين عندنا ابن حسين يفعل ما طرى يرتب الرجلي وغيف السمين كم نقال وخبرة من حر مال شوف عيني يشهدون الحاضرين يشرب الشاهي وربعه جالسين ضوينا ضوه ودلتنا دلال ما يفكر لا يسار ولا يمين حياكم الله مستعد لا تجيب لي قصيدة تقول نسيت تاليها شوف من قصيدك اللي انت حافظه يا ابو عبد الرحمن ما عندك غزل يا ابو عبد الرحمن والله انت ما تحب التغزل قلبك ما هو خضر انت في بعض قلبي عاد قبل كان قلبي خضر لكن الحين الله يحفظنا من الغزل الله يحفظك كل اللي يجي منك حلو حكمه وشاعر وجزل يا ابو ونحرص عليك دايم الله يبارك فيك الله يحفظك تقول أسطر دفتري وارسم عليه من الحروف خطوط سلام وعرفت ان الشعر بحر عريض الجنب ما ينحاط سلام اكز الفكر للغبه وياخذ له معاها شوط ويجيني كاسب منها كبر ما يمسك الملقاط تعاهد تشعر ما اقول بيت ما يجي مضبوط ما دام اني انا باني أبا أجيبه على القيراط أفكر واجمع أفكاري ورد الشاردة بالصوت وجميع اللي بتدر أفكارنا يجيب هالمصوات يا سلام نسجت أبيات شعري ما عقدت مقطعات خيوط وحبكت الفكرة اللي رمزها مكتوبة الاستنباط إذا قالوا هذا مضبوط أكون بداخلي مبسوط وحير فكرة الناقد بذلة عينة الأغلاط أنا بذوق الأسماع قول ما يجي مخلوط ذواق السمع ذوق ما يجي بمصارخة وهياط سلام وعزز كلمتي ما جاري اللي عقدها مفروط سوالف ناس تسردها بزود ولالها رباط وعرف تقاوم الهاجس لو انه مات قلبي موت وتعلم تطرده وحط له من صبري استحياط وقول لصاحبي مبسوط اقوله لو انا مفروط وطوف فرصة الحاقد وغيظه لو غدا يشتاط قريت الفلسفة والفقه والمنقول والمخطوط ما قال الشكسبير وقال قميش ما كتب سقراط أساطير النبشت أعماقها وجنب المغلوط وكسبت علوم من كلدان والإغريق والأنباط وتنزهت بعقول العارفين ولا علي شروط وسقيت العقل من صافي حكمهم لين فكري ناط
ما دام اني بها منيوط اكون بحملها مغبوط، ورسمت بداخلي لوحات علما تطرد الاحباط. ما دام العلم للي يطلبه واضح مو مغطوط، تسابقنا عليه وبعضنا يكفيه ريح الشاط. ما دام يكون الفرق واضح بين جار النهر والناقوط، وعود اقول ما قلنا سوى ما يمسك الملقط. سلامتك. السلام. صح السلام. إيه لا يستاهل والله. ابو عبد الرحمن شاعر وجزل، ما عليك، هذه قصيده فيها فلسفه وفيها فتن العضلات. نعم نعم. والقاف عسر. ايوه نعم ما شاء الله تبارك الله. ايوه ادري انه مثقف هو ابو عبد الرحمن، رجل مثقف يعني خبره سنين. الله خبره سنين، بس واجد اللي عندهم خبره بس ما يعني في امكانيات في فروق يعني. ها تستاهل يا ابو عبد الرحمن. مبارك تفضل. انت حاولت بالقصيده اللي طلبناها منك ولا جرب؟ جرب ربك تب. ما على الدنيا ملام ولا بقى فيها سكينه، من بعد آدم وحواء والزمن هم وطلايب، ولا على وجه الزمن شرهه اللي أشحت يمينه، ولا على مثلي ملامه كان شديت الركايب. من يلوم البحر لو موجه لطم وجه السفينة، ومن يلوم الطير لو يفرد جناحه للهبايب، من يلوم الصمت لو عاف الشوارع والمدينة، والحروف اللي تسابق في الحشا صارت نهايب. وش خطاي إلا الغلا اللي راح سبت ياسمينة، وش جنيت إلا الكدر والهم وجروح عطايب. كنت حسب الصبر باقي لين فتشت الخزينة، ما بقى في الصبر ما بقى للصبر في الخفاق يا كود النصايب. ما لمحت إلا الجفا والهجر يلمحني بعينه، ولا بليت إلا الخفوق اللي من الأيام تايب. يا الحبيبة كانت النظرات عينك مستهينة، كل سهم من عيونك للحناية كان صايب. ما طعنت إلا الحبيب اللي فتح لك راحتين، ولا ظلمت إلا الوفى اللي كان ظنه فيك خايب. من هو اللي علمك للطعن لا سلمة يمينه، ومن هو اللي سبلك للريح يا شقر الذوايب. كان ودك في الموادع وانبخلتي في الثمينة، امسحي كل الدموع اللي على خدك سكايب. ارحلي مثل السراب اللي تلاشى وعاذرين، لو دفعنا ضحكة العشاق للدمعة ضرايب. اضحكي للبعد خلي عاشقك تقفي سنينه، كان طاب الوقت مرة أدري إن الحظ عايب، وأدري إني لو بدير الوجه عن وجهك غبينه، يكفي إنه كل عرق من خفوقي فيك ذايب. سلام. سلام. صح لسانك. صح لسانك. أخيرا أموي ما كملت طبعا. ما كملت والله، هذا اللي قدرنا عليه. الله يعوضك. صح لسانك. صح الله. صح لسانك سعد. يا نعم تفضل. زاد فضلك. امتعنا يا سعد. احنا بنجيب غزل، مبارك الله يذكره بالخير، ده في ثلاث غزل وحنا عاد بنجاري في وحده. ما قصر مير، عاد حنا بنجي الختام اللي يقول. يقول يا حبيبي ليه ترضى بالقطاع، ما دريت اني على باب المنية، كنت احسب ان الهوى سمع وطاعة لما صديت والنية مطية. شوفني ما بين ربعي والجماعة، ضايع الافكار وعزومية ردية. قالوا المقفين ما فيهم أطماعة، واتركوني بين شمس وبين فيا، وانت قلبي فيك مهتز اقتناعة. زادي وشربي القطع المهمهية، لا يغرك لو ستر وجهي قناعة، والله ان في داخلي نار لضية. الهوى قلب الهواوي كم لا عارض قلبك لعن ابو غيرك علي. قمت هوجس 24 ساعة من طريق مصفق لين الخالدية، من يقول ان الصبر دون قناعة، ما يعرف ان الهوى لا رحمة حية. المرض صدك وانا ما بي مناعة، ولا نفع بعدك علاج الصيدلية. لو تناظر صورتك وسط الإشاعة، ما رضيت البعد يا صافة الثنية. اسمع احساسي وركز في سماعه، بعد جالك بالحروف الابجدية، لك بقلبي منزل مثل الوداع، بحفظها يا لين ما ترجع علي. سلام. صح حسان. صح حسان. زعبوط جاسم عيونه الله يطول تفضل سمعنا. زاد فضلك. يقول قبل تفج منزع الجرح وتروح، موضوعي اني ما احبك اشاعه، عمر الغلا ما كان له باب مفتوح، ولا العمران المحبة جماعة. ما جيت أحبك عند غاية ومصلوح، محبتي ما كانت بربع
ساعة يا ما دفنت بخافقي ود وجروح لننزرع حبك بقلبي زراعة. على العموم الدرس واضح ومشروح من غير ود وغير وصل وقطاعة، كل شيء جميل يلامس القلب الروح قبل أفقده متأكد مضيعة. سلام صح سالك سالم الرميضي. أنا بسمعك شيء من الجديد. تفضل. يقول ودعت حبك يا الحبيب الأول والروح ربي بعدك يعوضها، يغلى الحبايب يوم صدك طول، أنا كفوفي من الهوى بنفضها، صحيح ماني فالغرام مخول، لجل المشاعر بالقلوب أفرضها، لكن ما جيت الغرام تسول، لعزة تبطي ولا تخفضها، العام حبك فالحشا يتجول، كل البشر من دونك معارضها، واليوم من عالي بروجه حول، برضي عواذل فيك كنت أبغضها، وشعاري اللي قلت فيك من أول أبشرك ما عادني حافظها. سلام صح السالم. هو القاف يا سالم أي. السدر والعجز أي. كلهم جميلات الله. بس السدر ذكرني للشاعر الله يذكره بالخير محمد المسلم أي. يقول يا عيون اللي من المرقاب حول الله. انت هذا من ماكره بالعين شايف، من يناظر في تفاصيله تهول نادر الشارات معدوم الوصايف. صح لسانك صح لسانك. أعزائي المشاهدين إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة هذا الأسبوع. قبل أن نختم نشكر الأخوة الشعراء ونقولهم إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله. أعزائي المشاهدين تقبلوا تحياتي وتحيات مراغب هذه الحلقة محمد فلاح.